بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفين، السلام والصحة البهنية. مرحبا بكم في محاضرة جديدة من دورتنا أو مادتنا إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بالسلام والصحة المهنية. في المحاضرة الماضية بدينا الكلام عن المواصفات، قلنا بعض المواصفات القياسية الدولية المتعلقة بالسلام والصحة المهنية، وبينا أهمية دراستنا للمسألة دي، ونحن إيش معنى خاشين في الباب ده وجعلناه هو الأخير وحنركز عليه وهكذا. ثم وقلنا أفضل شيء أو من أهم الأشياء إنه معرفة المواصفات العالمية يساعد في تحسين جودة العمل وحماية بيئة العمل وحماية سلامة وصحة العاملين والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجودة مع أقل ضرر وهكذا، وده المطلوب بلا شك. ذكرنا انه ان شاء الله في الجزئيه دي هناخد 4 مواصفات بشكل عام، لانه كل مواصفه لوحدها شرحها يحتاج الى دوره قائمه بذاتها، لكن هناخد فكره عامه عن كل مواصفه مرورا بالبنود الاساسيه الموجوده في المواصفه. هنا هنتكلم عن مواصفه ايزو 45001 نظام اداره الصحه المهنيه، وايزو 14001 نظام اداره البيئه، وايزو 22000 اداره سلامه الغذاء، وايزو 9001 نظام اداره الجوده. وبدينا باخر مواصفه مذكوره الان لانه هي الاهم وهي اللي بتدينا قلنا انطلاقه لكل المواصفات التاليه. بدينا بايزو 9001-2015 نظام اداره الجوده، لانه قلنا فهما اليها يساعدنا في فهم كل المواصفات التاليه باذن الله سبحانه وتعالى. عرضنا كيس فهمنا فيها انه نحن دورنا اثناء العمليه التشغيليه دي كلها من منطلق المواصفة دي نضع نظام إدارة جودة نتأكد من خلاله تحقيق كل المتطلبات في أي مرحلة من مراحل التصنيع. وبالفهم العام ممكن نقول عبارة عن بلان دو تشيك أكت زي ما شرحت عليكم هنا في الشكل ده، وهنا قدرنا نربط كل المحاور أو كل البنود الأساسية في المواصفة مع بعض، ولا شك نشوف إنه نلقي إنه القادة هم اللي مراد بيهم وضع الخطة للمواصفة والتقدير أو تحديد ما يحتاج من دعم بشري أو دعم من خلال معدات وغيرها، ثم تبدأ عملية التصنيع أو التشغيل، ثم بعد ذلك نتابع الأداء، ثم نقوم بالتحسين في حال وجود أي خلل. وقلنا المواصفة 9001-2015 تتكون من 10 بنود، وكل المواصفات اللي حناخدها لاحقا إن شاء الله تتكون من 10 بنود كذلك، ونجدها تكاد يكون نفسها منطبقة مع بس تغيير من نظام إدارة الجودة إلى مثلا نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إلى نظام إدارة البيئة إلى إدارة سلامة الغذاء، بس تتنوع بتنوع الهدف، ولكن البنود بشكل عام زي ما هي. قلنا آيزو 9001-2015 فيها 10 بنود: مجال التطبيق، المرجعية، التعريفات، سياق عمل المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، العمليات، تقييم الأداء والتحسين. تكلمنا عن مجال التطبيق، قلنا طالما هي مواصفة عالمية يصبح المجال يتناسب مع أي مؤسسة بغض النظر عن حجمها، نوع المنتج اللي بتقدمه وهكذا. المرجعية قلنا دي اللي عبارة عن ريفرنس، الأشياء اللي رجعنا لها في صياغة المواصفة من تعريفات من قوانين من إلى آخره، ثم أفردنا مساحة للتعريفات، قلنا هي المصطلحات اللي بيتم تناولها أثناء المواصفة، يتم وضع التعريف لها واضح عشان ما يحصل لبس في بعض الكلمات اللي عندها أكثر من معنى. ووقفنا في سياق عمل المؤسسة، يبقى الآن حنبدأ من سياق عمل المؤسسة. قبل ما أفصل في الأمر تعالوا نشاهد كيس ثم نرجع نفصل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. Everything starts with the customer needs. By listening, by opening up for a dialogue, we have been able to redefine and shape our plans and our strategies. And that's really the key. ISO 9001 is the fundamental quality standard. It focuses on the quality of the business, the quality of how we run the operation in terms of products, but also service. It requires us to standardize the way we listen to customers.
To ensure consistent alignment is actually to ensure that people understand what, how we should work and what we do. So we have funneled everything down to 5 key questions. The first key question is, what are we trying to achieve? That means to define our operation based on what customers and other stakeholders expect. Question number 2 is, how do we know this is the right things to do? That's again coming back then to verify with the customers and stakeholders. It's dialogue, it's customer surveys, so it's to keep people in the loop and listen. Question number 3 is, how do we make it happen? So how do we organize ourselves? How do we express our strategies and plans? Question number 4 is, how do we know this is right? So now this is a performance question. Do we grow as we intended to grow? Do we have the right quality data? Do we execute the plans according to our timelines? The 5th and final question is, how do we know this is the best way of doing things? So to continuously challenge ourselves, can we do things easier, better, faster, more innovative? And here is really the pioneering spirit. By challenging ourselves and say, is this really the best way we can do it? And we go back again and say, what are we trying to achieve here? That's when you get the continuous improvement loop. What I think is the strength of the 5 questions is that this is basically helping us to define our strategy. Do we need to take corrective actions on something? Or shall we even challenge us and do something completely differently? This is providing us the frame of working with continuous improvement, continuously challenging us and take ourselves to the next level. طيب يا شباب، شاهدنا الآن أمامنا في الكيس إحدى المؤسسات من الشركات المصنعة للكرين اللي هي الفيكل اللي تستعمل في الورش وكذا. يتكلم الآن عن إنه كيف المؤسسة بتاعتهم أو الرؤية بتاعت المؤسسة أو الطريقة أو الأسلوب اللي بتمشي به المؤسسة حتى تتماشى مع مواصفات الـ ISO 9001 اللي هي Quality Management Systems. فذكر انه المؤسسه بتاعتهم بتطرح على نفسها 5 اسئله، تمام؟ والخمسه اسئله كانت بالفهم ده: What are we trying to achieve؟ نحن عاوزين ننجز شنو؟ عاوزين نحقق شنو؟ السؤال الثاني: Is it the right thing to do؟ هل نحن اخترنا الطريقه والاليه المناسبه عشان ننجز بها الهدف او الاشياء اللي عاوزين نحققها؟ How do we make it happen؟ كيف نستطيع باستعمال الثينجز أو الوسائل دي إنجاز ما نريد؟ Are we doing it right؟ هل إحنا أثناء التنفيذ ماشيين بالشكل الصحيح المطلوب؟ ونمرة 5: Is this the best way to do it؟ هل فعلاً الطريقة اللي إحنا ماشيين بها هي الأفضل لأداء الشيء ده؟ لو أخذنا الأشياء دي يا شباب وجينا رجعنا للمواصفة على سبيل المثال ونظرنا وضعنا نفسنا هنا يا شباب، إنه دي شركة هايب موجودة هنا، دي للقيادة الموجودة في شركة هايب عاوزة تنفذ أهداف أو تنجز أهداف المؤسسة ويدخل متطلبات العميل، فوضعت خطة محكمة. الخطة تحتاج إلى دعم سبورت، ثم يتم إنجاز أو تنفيذ الخطة في هذا الواقع سميناه أوبريشن. كذلك يتم مراقبة ومتابعة ما تم إنجازه، هل هو وفق ما تم التخطيط لهم اللي عبارة عن performance evaluation. إن وجدوا نفسهم ماشيين بالشكل الصحيح أوكي ده المطلوب، إن ما وجدوا نفسهم ماشيين بالشكل الصحيح لابد من إجراءات تحسينية improvement تؤدي إلى إعادة مسار الخطة إلى شكل الطبيعي من خلال مراجعة هل يوجد خلل في الدعم سواء كان الموارد البشرية الشغالة أو المعدات وغيرها، هل التشغيل يتم بالشكل الصحيح، يبحثوا عن الخلل الموجود وين، واللي دي سميناه بشكل عام Plan Do Check Act اللي هو عبارة عن BDCA Cycle اللي هي عبارة عن المنظومة أو الآلية بتاعت ديمينج في عملية إدارة الجودة. نستطيع هنا شباب الآن نربط ما بين السياق اللي أخذناه قبل شوية مع المؤسسة. طيب بدوا يتكلموا بعد ذاك عن إنهم كيف بينجزوا الخمسة أشياء. السؤال الأول: What are we trying to achieve؟ نحن المطلوب عاوزين نعمل شو؟ مثلا هم عاوزين يصنعوا آليات معينة تفي متطلبات العميل، فبنشوف العميل عاوز شنو، بينجز شنو في بيئة العمل، ونحن نصمم معدات تتناسب مع ما يريد. كذلك Is it the right thing to do؟
هل الأشياء أو الحاجة الطالبة العميل دي هل هي هو دي الطريقة الأفضل اللي من خلال نستطيع إنه نفي بمتطلبات الستيك هولدرز هو ولا العملاء الموجودين معنا وبيتعاونوا معنا؟ بيمشوا مثلا قالوا يشوفوا بيئة العمل وطبيعة العمل ويستمعوا إلى الكاستمر بشكل واضح حتى يستطيع إنجاز ما طلب. طيب دي كلها ممكن نعتبرها في مرحلة التخطيط. How do we make it happen؟ اللي هو مرحلة التنفيذ التشغيل. كيف نستطيع إنه نفي بمتطلبات العميل ونحول الكلام من خطة إلى واقع؟ هنا لابد من تكون المؤسسة عندها رؤية واضحة، عندها موارد بشرية من أشخاص ذو كفاءة عالية، وعندها معدات تصنيعية تستطيع تصنع بها طلب العميل حتى تصل إلى المطلوب. السؤال الرابع، طبعا الأول والثاني والثالث مرحلة البلان والدو، الآن جينا في مرحلة التشيك. Are we doing it right؟ هل نحن الآن في أثناء تنفيذنا وتصنيعنا لما طلب من العميل، هل نحن الآن ماشيين بالشكل الصحيح ولا في خطأ؟ ودي بنسميها عملية التقييم اللي عبارة عن performance evaluation. أثناء التصنيع نقيم هل المنتج اللي حيتم ده يتم إخضاعه لبعض الاختبارات، نتأكد إنه يتحمل الحمل المطلوب مع الضغط المطلوب مع مثلا المواصفات المطلوبة، ونتأكد إنه المنتج ده إذا تم تسليمه للعميل يؤدي ما طلبه مننا العميل وفق المطلوب. ودي عملية الـ performance evaluation اللي هو check. ثم نصل إلى مرحلة أخيرة اللي هو act. Is this the best way to do it؟ هل نحن الآن أنجزنا العمل بأفضل طريقة ممكنة ولا نحتاج إلى عملية الـ improvement اللي هو تحسين الأداء؟ وكده نجد يا شباب إنه من خلال الخمسة أسئلة اللي بتطرحها شركة هايب على نفسها، الآن هي بتمر بكل متطلبات المواصفة 9000 واحد ببنودة من 4 إلى 10، ونحن الأيبقى ده بنسميه سياق المؤسسة اللي هو كيف المؤسسة تستطيع الآن تفهم ما تريد إنجازه مع مراعاة العوامل الخارجية والداخلية اللي تؤثر على أو اللي تؤثر على إن المؤسسة تنجز ما هو مطلوب منها. العوامل دي قد تكون اقتصادية، وقد تكون لها علاقة بالصحة، وقد تكون لها علاقة بالسلامة، وقد تكون متطلبات عالمية، وقد تكون لها علاقة بطبيعة بالبيئة. هل في يعني مثلا أمور الآن تدني في الأسواق، تدني في الطلب، تدني في عرض المنتج، مثلا تأثير الآن الأمراض والأوبئة زي كوفيد 19 الآن مثلا ظاهر بشكل أوميكرون، فده الآن بدأ يحد من العمل وبدأ يؤدي بعض الدول بدأت تغلق حدودها تجاه دول أخرى وكذا. دي كلها تؤثر داخليا أو تؤثر خارجيا على المؤسسة. داخليا المؤسسة نفسها، طبيعة التيم الموجود فيها، مدى كفاءته في إنجاز عمله، مدى توفير المؤسسة لمتطلبات العمل عشان نحن نوفر آليات لابد تكون آليات بدقة عالية تنجز ما هو مطلوب. لابد كيف مثلا كم ساعة في اليوم بتعمل المؤسسة، هل عندها ورديات صباحية ورديات مسائية، ودي كلها أمور تؤثر داخليا على المؤسسة. فعندما تراعي المؤسسة العوامل الخارجية والداخلية بنسميها الآن سياق المنظمة. بمعنى آخر على المنظمة أن تحدد الموضوعات الخارجية والداخلية ذات العلاقة بأغراض وتوجهات المؤسسة أو المنظمة. نحن قبل قلنا المؤسسة المنظمة عندها هدف، عاوزة تنجز طلبية معينة أو منتج معين أو تؤدي خدمة معينة بحيث أن تنال بها رضا العميل، سواء كان العميل الداخلي أو الخارجي. فهنا في أشياء تؤثر على مقدرة المؤسسة في تحقيق الأهداف دي، والأشياء دي قلنا ممكن تكون خارجية، عوامل اقتصادية تتؤثر على المؤسسة في إن هي أنه هتشتري مواد خام، المواد الخام دي بتجيبها من شركات عالمية، هتتعامل معها بعملات عالمية، فالاقتصاد العالمي يؤثر عليها، التضخم يؤثر على العملية الشرائية، ممكن يكون المنتج سعره يزيد. كذلك علاقات ما بين الدول، إذا أنا مثلا في دولة ما هشتري مواد خام أو منتجات من دولة أخرى، طبيعة العلاقات السياسية تساعد في سهولة تدفق السلع، وإلا لو كانت في أي علاقات سياسية غير مستقرة قد يحظر علي أني أنا سواء كان من دولتي أو من الدولة الأخرى أني أنا أجيب المنتج مباشرة، فأضطر أني أمشي أبحث عن جهات أخرى بعيدة أو تقدم أعمال بجودة غير المطلوبة، وده يؤثر
كذلك قلنا الأوبئة الآن تؤثر، الآن عملية الإغلاق قد كنت تتعامل مع دولة ما كنت بتجيب منها المواد الخام، ففوجئت بأنه تم إغلاق التعاون مع الدولة دي أو أي طائرات أو أي أشياء قادمة منها حرصنا على سلامة وصحة مثلا المواطنين، الآن أثر عليك. القوانين الدولية تؤثر عليك دي خارجيا، يبقى اقتصاد، تغير في أي شيء يؤثر عليك في تحقيق هدفك من الخارج يسمى عوامل خارجية external factors. هنالك عوامل داخلية زي ما ذكرت الآن، قلنا ومثلا في قوانين، حتى القوانين المحلية في الدول اللي انت شغال فيها عندما تؤثر عليك في مؤسستك في تحديد أهدافك، مثلا بعض الدول تفرض عليك ساعة عمل معينة، ضوابط للسلامة والصحة المهنية معينة، ضوابط للجودة معينة، طالما هي من خارج المؤسسة تسمى عوامل خارجية تؤثر عليك سلبا أو إيجابا. العوامل الداخلية دي اللي هو في داخل مؤسستك، قلنا العمال الشغالين مع الدين، العاملين بشتى مستويات من مدراء إلى عمال، الناس دين مدى خبرتهم، مدى كفاءتهم، مدى إخلاصهم في العمل، مدى التواصل الداخلي بين التيم اللي بيقوم بإنجاز العمل، مدى توفير المؤسسة للمواد الخام أثناء العملية التصنيعية في داخل العمل، وهكذا دولة تؤثر داخليا على إن المؤسسة تنجز أعمالها بشكل مطلوب. خلاصة الكلام، إحنا عاوزين ننجز ما تم الطلب مننا من قبل الكاستمر اللي هو العميل، نحن عاوزين الآن نوفر الجودة اللي هي الوفاء بمتطلبات العميل، لكن الوفاء ده في أشياء تعيقك وتؤثر عليك خارجيا وداخليا. ففهمك للسياق ده بالشكل الصحيح يساعدك في الاقتراب من هدفك بشكل منطقي وموضوعي، ومعرفة التحديات الخارجية والداخلية وإنك تضع عليها حلول، لأنك إذا ما وضعت عليها حلول هتجد نفسك لا تستطيع أن تصل إلى هدفك. ووجدنا كم من الشركات في العالم من خلال السنتين اللي فاتن دين مع دخول الكورونا أفلست وأغلق خلاص، ما استطاعت إنها تواصل لأن التحديات الخارجية كانت أكبر من إمكانياتها، فخرجت من المنافسة وخرجت من سوق العمل وتحولت إلى قضايا في المحاكم من قبل الموظفين المعلن، تم فصلهم تعسفيا وما أدوهم رواتبهم إلى آخره، كل اللي يعرف الحاجة دي. طيب أنا الآن كإنسان يساهم في أمر أو مهتم بأمر الجودة، كيف المؤسسة تستطيع إنها تحقق أهدافها مع مراعاة العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة عليها؟ أدونا أربعة أشياء قالوا إذا فهمناها فهم صحيح نستطيع نصل للكلام. هي شنو؟ نمرة واحد، فهم المؤسسة وسياق العمل، يعني الإدارة في المؤسسة اللي هو الليدرشيب اللي هتقوم بتطبيق نظام إدارة الجودة في المؤسسة لابد أن تفهم أهداف المؤسسة وطبيعة عمل المؤسسة والعوامل المؤثرة خارجيا وداخليا، تمام؟ كذلك تفهم متطلبات الجهاز ذات العلاقة، أي شيء جهة متعلقة بعملك أنت سواء كان محلية طلبت منك مواصفات معينة أو سواء كان عالمية أنت حترسل لها المنتج ده، لابد من فهم الأشياء دي والتكيف معها. كذلك تحديد مجال تطبيق نظام إدارة الجودة، يعني أنت عندما تجي تطبق المجال ده عندك قلنا تحديات داخلية وخارجية، أنت حتطبق مثلا حتبيع منتجاتك محليا ولا خارجيا، نوع الموظفين اللي معاك من الدولة من داخل الدولة ولا من الخارج، دي كلها أمور تحتاج تاخدها في الإطار. فالإسكوب أو النطاق أو المجال اللي أنت بتطبق فيه لابد تخد تحدده في إطار أهداف المؤسسة، من ثم تضع نظام إدارة الجودة اللي حتتبعه في المؤسسة والعمليات من خلالها حيتم تنفيذها، أو من العمليات من خلالها حيتم تنفيذ النظام من نظام خطة إلى أرض الواقع. ففهمت للأربعة أشياء دي بتفاصيلها، طبعا أنا قلتها شباب في أثناء الدورة بتاعتنا لا نستطيع الدخول بالتفصيل في الشرح، لأن المادة دي لوحدها ممكن يتم شرحها في 30 ساعة أو أكثر في دورة منفصلة، لكن أنا الآن بديك المفهوم العام. أنت تعرف إنه فيها في مواصفة اسمها نظام إدارة الجودة تطبق في كثير من الموظفين المؤسسات، وأنت كموظف في إدارة الجودة الشاملة أو مدير لإدارة السلام والصحة المهنية أو موظف في إدارة السلام والصحة المهنية لابد تفهم سياق المؤسسة وأهداف المؤسسة عشان يكون عملك يصب مع أهداف المؤسسة وبالتالي تحقق مفهوم إدارة الجودة الشاملة. في إنسان يا شباب الآن عنده سؤال أو استفسار في الجزئية المتعلقة بسياق المنظمة؟
يبقى نحن الان في البند الرابع وهو يعتبر البند الحيوي الاساسي اللي حنمشي عليه. طيب الان حددنا انه نحن عندنا اهداف دارين نحققها، والاهداف تتاثر بعوامل خارجيه وعوامل داخليه، وبموجبها حددنا مجال تطبيق نظام اداره الجوده عندنا ووضعنا له عمليات ودارين نبدا ننفذها. اول ما نبدا شباب دارين خطه، الخطه دي محتاجين لناس تخطط في المؤسسه عشان تنجز الحاجه دي. يبقى نحتاج يا شباب الى قياده. لما شاهدنا في المقطع قبل شويه وجدنا انه القياده في مؤسسه هايب فاهمين ومدركين وعارفين الكلام ده، وبالتالي القياده دورها مهم جدا 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 في انه المؤسسه تستطيع انها تكون عندها نظام اداره جوده يصب في مصلحة المؤسسة ويؤثر إيجابا على الأنظمة الأخرى بما فيها إدارة السلام والصحة المهنية في المؤسسة. لأنك أنت الآن كفرد من أفراد المؤسسة تجد نفسك ضروري جدا تتماشى مع مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة، ويكون إدارتك لجودة العمل عندك في إدارة السلام والصحة المهنية يتماشى مع مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة. فلا بد تكون القياده الان الموجوده في قسم اداره السلام والصحه المهنيه فاهمه اهداف المؤسسه شنو، وطبيعه العملاء اللي بيتعاملوا مع المؤسسه، وطبيعه الاعمال اللي بيتم تنفيذها اثناء المؤسسه، والمخاطر المحيطه بهذه الاعمال والى اخره زي ما تكلمنا عنه سابقا. بالتالي بند القياده من اهم البنود في المواصفه المتعلقه بنظام اداره الجوده وفي كل المواصفات التاليه اللي هتكلم عنها ان شاء الله. طيب القياده دي هم منو؟ هم الاداره العليا شباب، من المدير العام، مدراء الأقسام في المؤسسة، وكل من يقوم بأعمال إدارية عالية يسمى الإدارة العليا. طيب من صفات الإدارة العليا أنه لا بد أنه تهتم وتلتزم بمفهوم إدارة الجودة الشاملة، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. فإذا أنت ما عندك المفاهيم دي كإدارة عليا لا يمكن أنك تطلب من الآخرين تنفيذها وأنت أصلا لا تستطيع تنفيذها ولا مهتم بها. فقبل ما تبدأ الإدارة أو القيادة العليا في التخطيط للأعمال من خلال نفذ نظام إدارة الجودة في أرض الواقع، تحتاج أن تتحمل مسؤولياتها أولا، مسؤوليات القيادية وحرصها على إنجاز نظام إدارة الجودة في المؤسسة، وحرصها على التوافق مع المفهوم التوجه الاستراتيجي للمؤسسة، وفهمها الصحيح لسياق المنظمة اللي هو ده تكلمنا عنه سابقا. بفهم هذه الأشياء دي مع التزامها وحرصها على أن المؤسسة اللي بتعمل فيها تحقق الأهداف مع مراعاة العوامل الخارجية والداخلية، تبدأ الآن القيادة في التخطيط. يبقى من شروط ومتطلبات القيادة اللي لابد تستوفاها المؤسسة حتى تقدر تخطط بشكل إيجابي لتحقيق نظام إدارة الجودة عندها، هي أن تكون عندها قيادة بمعنى الكلمة، وتظهر التزامها وتحمل مسؤوليتها للوفاء بمتطلبات وأهداف المؤسسة. القيادة دي يا شباب لا بد تكون عندها سياسة جودة، وكلمة سياسة هي عبارة عن الفن، فن وأسلوب التعامل مع الآخرين لإنجاز وتحقيق الأهداف. بنسمع الآن بكلمة سياسة ونقول والله دي سياسة بتاعت الدول معينة، ودي سياسة بتاعت كذا، ودي سياسة بتاعت كذا. فكلمة سياسة يسوس، يعني انت كيف تستطيع تحقق اهدافك بصوره سلسه ومنطقيه مع مراعاه المخاطر، مع مراعاه التحديات وهكذا. قد تجد بين دول تظهر بعض الشحناء والمشاكل تكاد تؤدي الى حرب، لكن يقول لك نجحت السياسه في التواصل والنقاش في الوصول الى يعني نقاط مشتركه تجنبا للحرب. احيانا قد تكون في دوله عاوزه تعتدي عليك تقول لك سياسه معينه في التعامل معها، سياسة للتعامل مع الأعداء وسياسة للتعامل مع الأصدقاء. بنفس مفهوم السياسة ده عاوزين سياسة عندنا في المؤسسة يستفيد منها القادة في تحقيق مفهوم إدارة، مفهوم نظام إدارة الجودة في المؤسسة. يعني مثلا المدراء ديل لابد من سياسة راقية للتعامل مع من هم تحتهم. أنا مثلا كمدير قسم سلام والصحة المهنية لابد من سياسة أتعامل بها مع التيم الموجود معي في إدارة السلام والصحة المهنية، ونستطيع بموجبها إنجاز الأهداف. تعاملك مع زملائك يحتاج إلى سياسة، يقول لك والله أنا عندي سياسة معينة ماشي بها تجاه الحاجة دي. نفس المفهوم ده يا شباب، بس عاوزين نتبعه في الجودة، عاوزين تكون معنا سياسة جودة.
الإدارة أو القيادة العليا أو الإدارة العليا عليها كذلك عشان تحقق المفهوم ده وتحقق السياسة دي تحدد أدوار كل من سيتم تعييره في المؤسسة ومسؤولياته والصلاحيات اللي حنديها لهم عشان من خلالها ينجزوا ما هم مسؤولين منه وفق الأدوار اللي احنا وضعناهم فيها. يعني انت الآن تم تعيينك في مؤسسة ما في قسم إدارة السلام والصحة المهنية، لابد يكون معروف دورك شنو في القسم ده، تم تعيينك في أي وظيفة أي بوزيشن، والمسؤوليات المناطة لك شنو اللي حتقوم بها انت، والصلاحيات اللي حيدوك ليها عشان تمشي الموقع ولا تمشي كذا. وتستطيع انك الان مثلا وجدت عمل مخالف، عامل معين او مهندس معين يريد يفعل شيء اشد فيه مخالفه او مخاطره بسلامة وصحة العاملين، لو ما عندك صلاحيه لا تستطيع ان توقف عن العمل. فبموجب مسؤوليتك وفق الدور اللي تم تعيينك فيه والصلاحيه اللي ادوك لها تستطيع الان تنجز عملك. فالأشياء دي بتحددها منه القيادة العليا، هي بتقول أنا محتاجة مثلا القيادة العليا في قسم إدارة السلام والصحة المهنية متمثلة في مدير قسم السلام والصحة المهنية، يستطيع هذا الشخص يقول أنا محتاج لأربعة مشرفين ومحتاج لمثلا اثنين مهندسين سلامة ومحتاج لكذا عشان أنجز العمل المطلوب مني بناء على المسؤولية اللي تحملتها سابقا. فده مفهوم القيادة يا شباب. في إنسان عنده سؤال أو استفسار في الحاجة دي يا شباب في مفهوم القيادة؟ طيب ما في سؤال أو استفسار. القيادة يا شباب تبدأ الآن القيادة أمامنا دي بأنها من خلال فهمها لسياق المنظمة، ونعيد قلنا كلمة سياق تعني المؤسسة عاوزة تنجز الأهداف اللي هي دارت حقيقة من خلال وفاء متطلبات العميل، عندها تحديات خارجية وداخلية، فهمها عليها والتكيف معاها دي سميناها سياق المنظمة. عينا قيادة عليا وإدارة عليا إنها بتفهم الكلام ده، وطلبنا منها تحديد وضع سياسة للجودة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات. الآن الإدارة بدأت تخطط لإنجاز العمل ده. في الخطة يا شباب حنصطحب ببساطة جدا المرحلة رقم 4 اللي هو احنا عاوزين نعمل شنو؟ والاشياء اللي حتاثر علينا خارجيا وداخليا شنو؟ بس انتهى الموضوع. يبقى التخطيط هو عمليه فهمنا كاداره عليا للمخاطر اللي ممكن تهدد الهدف اللي عاوزين نصل له، والفرص الايجابيه اللي يمكن استقلالها في تحقيق الهدف. نستطيع من خلال الكلام ده يا شباب نحقق الهدف المنشود ونقلل من الخسائر مع تحسين المستمر للاداء. كيف الكلام ده بيتم؟ نخطط لتحقيق هدفنا مع قراءتنا للمخاطر المحتملة اللي ممكن تواجهنا من مخاطر خارجية، تأثير اقتصادي، تأثير على صحي على صحة العالم، تأثير على نظام السلامة في العالم، ضوابط خارجية مفروضة من الضوابط الداخلية الدولة مثلا شغال فيها بتفرض معي، أو قوانين العمل بتلزمني بأشياء معينة كإنسان بيعمل في قسم السلام والصحة المهنية. الالتزام بالأشياء دي كلها دي الآن لازم تكون موجودة في الخطة، وأي شيء إيجابي أستطيع من خلاله تحقيق الهدف أستغله استغلال صحيح. ده الجزء الأول. الجزء الثاني شباب لابد تكون الأهداف أهداف الجودة مصحوبة وموجودة بشكل واضح أثناء التخطيط، لأنه ده الشيء الآن عاوز أصل له، عاوزين نصل لمنتج يرضي العميل. جميل. يبقى من خلال كل العمليات الإنتاجية أنا أحرص أن المنتج ده يوافق ويطابق متطلبات العميل مع مراعاة سلامة وصحة العاملين. تمام. حصل أي تغيير أكون مواكب ومتابع. فرضت قوانين جديدة تعاملت بعد إغلاق وكذا، أنا أنتبه. طيب هل في مورد آخر ممكن أتعامل معه عشان أقدر برضو أفي بالمتطلبات؟ هل في كذا عشان أقدر أنجز ما هو مطلوب مني؟ ففهمنا للأشياء دي أو من خلال فهمنا للأشياء دي نستطيع وضع خطة لتحقيق أو لتطبيق نظام إدارة الجودة في المؤسسة يراعي المتغيرات الخارجية والمتغيرات الداخلية ويحقق الأهداف بشكل صحيح من خلال إنجاز العمل مع أقل خسائر والتحسين المستمر. بمعنى إن وجد أي خطأ نستطيع نعالجه بشكل سريع، نصححه ونضع إجراءات تصحيحية ونضع إجراءات وقائية لتجنب الوقوع في الخطأ مرة أخرى مستقبلا.
في سؤال او استفسار يا شباب في النقطه دي لحد الان فيما يتعلق بالتخطيط؟ اللي هو باختصار تحويل الاهداف الى خطه يتم تنفيذها. فريق بتاع كره قدم عاوز ينتصر في المباراه القادمه، ده هدف. الهدف ده يتاثر بمعطيات خارجيه وداخليه. خارجيه الخصم اللي هنتعامل معاه، الميدان اللي هنلعب فيه، الكره هتكون صباحيه او مسائيه، الحكم اللي هيحكم المباراه الى اخره. داخليا التيم اللي انا هلعب معاه، روحهم المعنويه والاشياء دي كلها. انا افهم الكلام ده، اضع خطه للتيم يلعب بيها عشان احقق الفوز. ده التخطيط. فلان فلان يلعب في الجهه اليمين، يلعب في الجهه الشمال، يلعب في الوسط، ذاك يلعب هجوم يتقدم، واثناء المباراه انا اقرا الكوره، والله انا الان ارجع ادافع، ولا الان اهاجم، الان اغير منو من اللعيبه، الان احافظ على خطه. دي يا شباب بسموه تخطيط عشان نحقق الهدف اللي هو الفوز باختصار. هاي شباب في سؤال او استفسار في المساله دي؟